أحسن الله إليكم. يقول السائل: في كثير من بلدان المسلمين اليوم يقام احتفال عند ضريح الولي، وتقدم فيه أشهى المأكولات، ويلزم بعض الناس بتقديم قرابين، ومن لم يقدم يهددونه بغضب الولي. ما حكم هذا العمل، وهل يجوز حضوره؟ هذا العمل شرك ظاهر والعياذ بالله، هذا شرك، الحضور عند قبر الولي لأجل التقرب إليه والاستغاثة به والذبح له والنذر له، واعتقاد أنه يضر من لم يحضر، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. الواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إلى الصواب، ولا يقلد الناس على الباطل، ولو هددوه بأنها تضره فإنها لا تضره، الضرر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. من قبل المشركون هددوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فلم يضره، أعلن هذا الإعلان أمام أمة عاتية وهي عاد العاتية، وهو رجل واحد أعلن هذا الإعلان ولم يضره. فالمسلم يعلن البراءة من هذه الأشياء، وأنه متوكل على الله جل وعلا ولن يضروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل ادعوا شركاءكم، يقول الله له أن يقول للمشركين: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهكذا الأنبياء والصالحون والمتقون لا يبالون بهذه القبور وهذه المعتقدات الباطلة، بل يتبرؤون منها ويصرحون بعداوتها، ولا ضرهم ولله الحمد، بل زادهم قوة وإيمانا. بل إن المشركين لما هددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أحد، وهددوا المسلمين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه ولم يضرهم شيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فالمسلم يتوكل على الله ولا يلتفت لهذه الأمور ولا يحضرها إلا على وجه الإنكار، إذا كان يحضر لأجل أن ينكر وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يحضر ويسكت هذا لا يجوز، وأشد من ذلك إذا أكل من طعامهم وذبائحهم، لأن هذه شرك، الذبائح هذه حرام، شرك، ذبائح مشركين حرام، لا يجوز أكلها مما أهل بها لغير الله. والله جل وعلا ذكر من المحرم، من الذبائح المحرمة، ما أهل به لغير الله، وهذه مذبوحة للقبور فهي مما أهل به لغير الله عز وجل.